بفاميلي اليوم موضوعنا عمل الأجانب بلبنان وحماية الأجير اللبناني، وضيفنا المحامي جوزيف شحادي، أستاذ محاضر بجامعة القديس يوسف وبجامعة البلمند. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. موضوعنا طبعا موضوع اليوم موضوع الساعة مع كل العمال الأجانب بلبنان يلي عم يتوافدوا هلأ بسبب كمان النزوح. يعني هي المشكلة موجودة من قبل، ولكن اليوم عم تزيد أكثر وأكثر مع الأعداد المتزايدة اللي موجودة واللي بحاجة لأنها تشتغل. اليوم شو هي المشاكل الأساسية بهالقطاع؟ طبعا المشاكل الأساسية هي منافسة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة اللبنانية، وهذا التحدي واجهته عدة دول. قبلنا واجهته فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، وضعت له استراتيجية اللي هي عدم منافسة اليد العاملة الأجنبية لليد العاملة الوطنية، اكتفت بموضوع الاختصاصيين. سوري ليش بعده شكرا تاخذي. نعم، فإذا هالموضوع طبعا مثل ما عم نقول هو موضوع الساعة، هو موضوع الساعة حقيقة، لأنه اليوم إذا عم نحكي عن أنه ما لازم العمال الأجانب يكونوا عم ينافسوا الأجير اللبناني، في وضع اجتماعي موجود وما فينا يعني نتغاضى عنه، هو أنه طبعا رح يكون في منافسة لأن رح تكون التكلفة أقل على رب العمل. مشان هيك استراتيجية حصرت استخدام العامل الأجنبي الفني المهني اللي ممكن أنه هو يدرب اليد العاملة المحلية الوطنية، وحصرت عدد الإجازات أو التراخيص اللي ممكن أنا تعطيها. من هون نحن بدنا ننطلق لنشوف شو هو مجالنا، شو هو سوق العمل اللي عندنا، وين فين يشتغلوا وين ما فين يشتغلوا. طبعا بالإدارة العامة بالوظيفة العامة هيدا شأن الدولة، ومطرح اللي بتشوف وين في منفعة عامة أنها تتعاقد مع شركات أو مع اختصاصيين ممكن. بمجال المهن الحرة المنظمة بقانون محظور العمل كليا، بيبقى في عندنا قطاع العمل الخاص. بقطاع العمل الخاص هذا الموضوع حيسوقنا على قصة التشريع يلي عنده طابع اجتماعي، عنده مفهوم اجتماعي، يلي هو قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي. حتما هالقوانين هيدي حطت قواعد لعمل الاجير اللبناني ولعمل الاجير الاجنبي، وهون اذا بنعمل مقارنه بنشوف كيف نحن بنتعاطى مع الاجير اللبناني وبنعمل له حمايه، والاجير الاجنبي كيف بنتعاطى معه. الاجير اللبناني محمي بموجب قانون العمل، قانون العمل وضع اذا بدك زيح، حط زيح منع انه نحن ننزل تحت منه، يعني رب العمل ما بيقدر يعطي اقل من هالزيح اللي رسمه قانون العمل، بس بيقدر يعطي اكثر على طول. امن له حمايه اجتماعيه من خلال التقديمات الاجتماعيه اللي الضمان الاجتماعي بيقدمها كلها، الاربع فروع الضمان الاجتماعي، وحط قاعده بانه الاجير اللبناني منه خاضع بشكليات عقد معينه، يعني عقد العمل للاجير اللبناني بيقدر يثبت بكافه وسائل الاثبات، ما في ضروره انه يكون عقد عمل خطي. نعم. ايضا حمي العمل بلبنان من ناحيه من جهه موضوع وحده العمل، يعني الاجير ما بيقدر يشتغل اكثر من شغله مشان ما يصير في شوماج، مشان حتى نفتح مجال لاكبر عدد من الناس انهم يشتغلوا. بالمقابل الاجير الاجنبي كيف تعطينا معه؟ الاجير الاجنبي فرضنا عليه انه بده يحصل على سمة الدخول، وسمة الدخول لها شروطها. اثنين، بده اجازة مسبقة من وزارة العمل، وهيدي بدها عقد عمل خطي، بده رب عمله يحط قديش الاجر يلي بده يدفع له اياه، وبده يحط 1.5 مليون ليرة بمصرف الاسكان، وبده يجيب هو كلهم عم يتنفذوا؟ طبعا هودي 100% بيتنفذوا اذا بدنا نجيب اجير اجنبي، اذا في استخدام لعامل اجنبي. هيدا النزوح قصه ثانيه. طبعا هيداك موضوع ثاني، حتى كمان هلا حنشوف انه هذا الموضوع تعالج. هلا المخالفه بالدل الموجوده، نحن ما عم نحكي عن المخالفه، المخالفه موجوده، بس القانون شو حط اطار للموضوع. فاذا في شروط قاسية وزارة العمل بتفرضها حتى يصير عنده كاردو سيجور ويصير في عنده بطاقة عمل يقدر يشتغل الأجير الأجنبي بلبنان، مع احتفاظ الوزارة بأي وقت اللي كان أنها تقدر هي تلغي هالإجازة العمل وترحل الأجير في حال أي مخالفة. هلأ المهم تنبلش نحكي عن موضوع الحماية وكيف نميز الأجير الأجنبي عن الأجير اللبناني بموضوع التقديمات الاجتماعية. الأجير الأجنبي هون منطبق معه قاعدة المعاملة بالمثل، يعني
دولته كيف تتعاطى مع الأجير اللبناني. إذا في عندها أجير لبناني بتعطيه تقديمات اجتماعية، دونك القانون اللبناني بيعطيه تقديمات اجتماعية فودكوا. إذا كان هالحالة هيدي بدي أقول أنا لكن الأجير الأجنبي ما بيطلع له تقديمات اجتماعية، دونك نحن ما بناخذ الأجير اللبناني، بناخذ أجير أجنبي ومنشغله عنا ومنوفر علينا الضمان الاجتماعي. مشان هيك خاضع رب العمل وقت بده يستخدم أجير أجنبي إنه كمان يدفع عنه لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون ما يكون هذا الأجير عم يستفيد. أوكي. ما بيستفيد الأجير. لازم يكون مسجل حتى لو ما كان عم يستفيد. فإذا هذه هي قاعدة المعاملة بالمثل. يلي كمان بتشكل يعني نوع الدولة عم بتعامل بالمثل، مش المستفيد مش صاحب مش رب العمل من هالموضوع حتى ما يكون طبعًا في تمييز. طبعًا يكون حتى ما يكون في تمييز. هلا لننتقل للموضوع يلي هو اهم بهيدي الحكايه، هو المرسوم رقم 17561 صادر سنه 64. هذا المرسوم منه جديد، ولكن دائما قانون العمل بدل يعمل لحاله نوع من اب تو ديت اذا بدك من خلال المراسيم والقرارات اللي بتاخذها وزاره العمل، بدل تتابع. هالمرسوم حط قاعده انه نحن اذا بدنا نشغل اجنبي بدنا نشغل اجنبي الشغله يلي ما بيقدر يشتغلها لبناني او ما في لبناني يقدر يشتغلها، وبدنا نشغله بشكل انه يكون اختصاصي مهني فني بيجي بيدرب وبيعلم. حطينا استثناءات طبعا، يعني مطرح ما في حاجه أو مطرح ما في خبرة 100%، أو بيكون عم يجي يدرب لأنه يعني في ناس قادرين يشتغلوا هالشغل، أو بيكون عم يجي يشتغل لأنه ما في بالبلد يعني عدد كافي من الأشخاص اللي عم يشتغلوا هالشغل. صحيح، يعني كمان هون بده يجي يدرب ويدرب يد عاملة لبنانية حتى تصير هي جاهزة إنها تقدر تستلم من بعد منه. وضع استثناءات، المتزوج اللي عنده زوج لبناني بيقدر يشتغل باللبنان، اللي هن مقيمين في لبنان قبل العام 54، متولي إدارة وعمل محاسبة بشركات أجنبية مع شروط أنه هاد الشركات أكيد بدها تكون عم تستخدم لبنانيين، حذر كلياً العمل بأعمال المهن الحرة طبعاً، الحرف البسيطة والمهن البسيطة حذر العمل فيها، وحط شرط أنه للناس اللي هن بدهم يفتحوا عملهم وشغلهم الخاص أنهم يكونوا عم يستخدموا أجراء لبنانيين بالحد الأدنى 3 أجراء لبنانيين، ورأس مال محدد بالأساس بهذا المرسوم كان 50,000 ليرة مفروض يكون تعدل. واحتفظ كمان بإمكانية سحب الترخيص والإجازة بأي وقت اللي كان سحب هالإجازة، وتحت شروط أنه إذا كنا نحن عنا أجيرين، واحد لبناني واحد أجنبي، أمنا صرفنا الأجير اللبناني وبقينا على الأجير الأجنبي وكانوا هني بنفس الكفاءة وبنفس المعايير والمقاييس، هذا سبب من الأسباب اللي بيؤدي إلى إلغاء إذن العمل للأجير الأجنبي. إذا كان ما استفدنا منه بعملية تدريب لبنانيين على المهن اللي هو بيعرف يشتغلها أو بيعرف يتقنها كاختصاصي، كمان هيدا سبب انتفى سبب وجوده، انتفى سبب وجوده، فإذا فينا نطلعه برات لبنان. كمان إذا كان في تزوير، إذا في بأوراقه يعني في أوراق منا مزبوطة، ارتكاب أفعال أو جرائم، كمان مخالفات قانونية، كل هيدا محتفظة على حالة الوزارة بأنها هي تقدر تلغي له عقد عمله وترحله خارج الأراضي اللبنانية. هلا هيدا اللي عم نحكي نحن، هيدا القانون، يعني اليوم المسألة هي بالتطبيق بقى. ولكن لما بيكون كل هالشروط موجودة، المعاملة مع الأجير اللبناني هي نفس المعاملة مع الأجير الأجنبي؟ إيه، بالنسبة لقانون العمل، قانون العمل بيتعاطى مع الأجراء بنفس المفهوم، يعني ما بيحط مفهومين من ناحية التعاطي مع المخالفات القانونية أو من ناحية حقوق الأجراء أو خضوع لرقابة مجلس العمل التحكيمي. تماماً الأجير الأجنبي بيخضع لنفس الشيء اللي بيخضع له الأجير اللبناني، وخاصة أنه نحن من الموقعين على اتفاقية فرساي، وهذه اتفاقية دولية وما منقدر نخربط بهالأمور. وطبعاً القانون اللبناني دايماً بيرجع بيطبق حاله مع الاتفاقيات الدولية اللي نحن أبرمناها بمجال العمل وبعدة. هالأبديتينج اللي عم تحكي عنه بيصير كل قد إيه أو حسب الحاجة أو حسب الوضع العام؟ المرسوم 17561 أهميته إنه هيدا المرسوم طلب من وزير العمل بكل كانون الأول من بكل كانون أول من كل سنة إنه يحط جدول مرة بالسنة. إيه، بجدول بالأعمال والمهن يلي مطلوب حصرها باللبنانيين. ففي مجموعة كبيرة من الأعمال محصورة باللبنانيين، في عليها استثناءات وبذكرها
هو بيذكرها، يعني مثلا مثل راتي السجاد، يعني تشوفي قديش بيروح اون ديتاي موضوع راتي السجاد. هيدا مسموح لحدا اجنبي انه يجي يشتغل، لانه هيدي حرفه كتير دقيقه وممكن اللبناني يستفيد ويتعلم منها. عاطي كمان استثناء للفلسطينيين يلي هن خلقانين بلبنان ويلي اوراقهم ومسجلين مزبوط انهم يشتغلوا بلبنان ولكن مش بالمهن الحره المنظمه بقانون. كمان ميز العمال السوريين في قطاع البناء والتنظيفات والعمل الزراعي. ميزه. بس هون عم نحكي أجير، يعني في مؤسسة وعم تستخدم هالأجير في مهن حرة، يعني بيقدر شخص يفوت على لبنان ويفتح مهنة حرة هون، كيف القانون؟ إيه قلنا أنه بده ياخذ إذن حتى يفتح عمله الخاص المهني أو الحرفي، بده يحدد رأس مال. الرأس مال كان بالمرسوم محدد ب 50,000 ليرة، مفروض أنه هذا الموضوع ينشغل عليه أنه يتغير هالشي. حاليا ما عم ينعطى، ما عم ينعطى شيء. نحن يعني خلينا نكون واقعيين، اكثر شيء نحن زعجنا هو الكميه الكبيره من العمال السوريين نظرا للوضع الراهن. وهذا الموضوع بده معالجه من خلال المحاسبه ومن خلال اجهزه الرقابه. اجهزه الرقابه في عنا اجهزه رقابه من خلال وزاره العمل اللي دائره تفتيش العمل ولجان العمل، وفي عنا الضمان الاجتماعي كمان عنده مفتشين. بس مع النازحين ممكن تطبيق هالقانون او بدنا قانون خاص؟ طبعا قانون، بس هون ما في فيزا، ما في، مشان هيك في استثناء، في تمييز لموضوع النازحين السوريين ببعض الاعمال. وهلا في تدقيق من خلال كمان البلديات دخلت كجهاز رقابي على الموضوع وإلها دور، حتى قادرة البلديات ان هي تكون عم بتقدم شكوى للجان التفتيش، وفي عقوبه. يعني كونه نازح مش يعني بيقدر يعمل يشتغل بكل الاعمال بعده القانون يطبق عليه 100%. وهالشيء اللي يعني في كثير مخالفات على الارض بهالاطار. طبعا في مخالفات، يعني خلينا نحن كمان نوضح شغله، انه القانون اللبناني بكل المجالات قانون متطور وكويس، يعني منه سيء. اللبناني على طول بدل يقسان من فكرة القانون انه القانون منه منيح وما عنا قانون، لا عنا قانون الحمد لله، في قانون. نحن المطلوب مش ندل النق ونقول انه لا خلي يتطبق القانون، ومين بده يطبق القانون والدولة تطبق القانون، ما المواطن بيطبق القانون. المواطن مطلوب منه انه يتمتع بثقافة القانون. اذا كان الاجير اللبناني او رب العمل اللبناني بيتمتع بثقافة القانون يلي هو كل يوم بيشتغل فيه، هذا بحل مشكلة وبكل القطاعات بكل المجالات. من هون بنبلش على الطريق. يعني اليوم حتى مع قانون السير ظهرت كثير من هالامور، يعني مع قانون السير في كثير من الاشخاص غير مرخصين، ما عندهم رخصه وعم يقدروا عم يكونوا عم يشتغلوا على طرقات بالنقل كمان، وهون في مشكله بينت. في مشكله بكل المجالات، بس مثل ما عم اقول لك مدام انه المطلوب انه اللبناني هو يتمتع بثقافه القانون ويصير هو يحاسب، يعني بيقدر هو كمان المواطن الاجنبي مواطن خفير. ليش اللبناني ما بيتحول الى المواطن الخفير حتى نقدر نطبق القانون؟ بس اليوم مش كمان مفروض يكون في بعد تحديث هالقانون مع كل الاشياء اللي عم بتبين؟ مثل ما قلنا اي قانون بنحاول انه نطبقه ببين كثير من الثغرات وكثير من الافراد يلي بالنهايه بدهم يعيشوا، بدهم يعيشوا اولادهم، يعني لو كان أكيد. وبعدين في اشخاص، يعني في ناس صار لهم سنين بهالعمل واليوم بيجي القانون بغير لهم كل مجريات حياتهم. صحيح. ما في شك انه هيدي كمان مشكله جديده. التعاطي مع الفكره ببلش من انه نبلش من محل يقلع القانون، نشوف شو مشاكله تنرجع نصلحه. يعني اذا كنا بدنا نضل ما عم نطبق القانون ما فينا نعرف وين الغلط ووين الصح. المطلوب انه يقلع بمحل معين، من شي مطرح بيقلع ومنصلح بعدين. بترجع اكيد هيدي شغل الوزارات من خلال القرارات اللي بتاخذها الوزارة أو المراسيم التطبيقية. بيبقى بس نقطة صغيرة حابب أوضحها بموضوع العمل الأجانب بلبنان. في عقوبات قلت، العقوبات هي من خلال دائرة تفتيش العمل، بس نحن قادرين نوصل لدائرة تفتيش العمل. يعني قادرين لجان العمل المواطن وبكل سرية بيقدر يبلغ، وكمان البلديات لها دور بهذا الموضوع، ومفروض انه البلديات تعمل مسح عندها على الارض، وانها كمان البلديات تبلغ عن المخالفات. فاذا كان في مواطن سوري موجود، هذا ما بيعني انه بيقدر يشتغل،
انه يشتغل غير ما انه يكون مقيم، يعني جاي كنازح او عنده اسباب اقامته كنازح، هذا بيختلف عن انه هو بيقدر يشتغل. بيشتغل بده يطبق يلي نحن عم نحكي. هلا مؤقت عن النازحين السوريين كمان في كثير من من كل البلدان، انتظرنا بلبنان يعني كل الجنسيات موجوده، يلي موجودين بلا بلكي اوراق، بلكي في عمال هربانين من البيوت الى اخره من المواضيع كلها هيدي. طبعا بدها تكون عندها تنظيم كلي وشامل، ولكن هذا كمان معاد موضوع تاني وقانون تاني. طبعا يعني موضوع بياخد كتير من الجدل ومن الأخذ والرد، ولكن في نقطة كتير مهمة كنت عم تقول عنها ماتر شحادة، إنه الدولة دايما بتجرب تشوف وين الثغرات أو وين الحاجة لحتى اللي تقدر تسمح للأجراء الأجانب إنه يشتغلوا أشغال لبنانية ما بيشتغلوها. كيف بتوصل لهالنتيجة؟ يعني كيف بتصير الأبحاث؟ في مكاتب استخدام، ومكاتب الاستخدام مفروض يكون عندها هالدور، يعني لحتى نعرف وين في عنا ستاتستيك بيجي هون. ايه من هون ببلش. واكيد مفروض وقت اللي بيتقدم طلب للوزارات، الوزاره وقت اللي عم تدرس اذا بتعطي ترخيص اذن استخدام العامل الاجنبي او لا، مفروض تكون هي عم تدرس هالنقاط هذه. المحامي جوزيف شحادي، استاذ محاضر بجامعه اديس يوسف وجامعه البلمند، اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا اليوم. هلا نحن بناخذ وقفه بلايف وبنرجع بنتابع مع البال برانديفو.